بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الحلقة 55 بعد 108. نتناول آيات من سورة الأنعام، وقد عرضنا ذلك الصراع الذي يحدث بين الآباء والأبناء. إذا كان الأب حكيما والأم عندها حكمة سوف تمر فترة الصراع. ليه هتمر فترة الصراع؟ لأن ده اختلاف أجيال. أنا كنت أنظر للكون من منظوري، لكن شبابنا له معطيات غير اللي عندنا. احنا ما كانش عندنا نت، وما كانش عندنا لابتوب، وما كانش عندنا اتصالات بهذه الكيفية. المعطيات بتاعت عصرنا كانت ضعيفة جدا، وما كانش عندنا تيكاوي، ما كانش عندنا أي حاجة خالص، كان عندنا أشياء بسيطة. الأولاد اللي اتربوا على هذه الأدوات منذ الصغر بقت لهم مفاهيم أخرى، ربما يتهموا أهاليهم بالتخلف. طيب، احنا تعودنا على عبادة الله وطاعة الله، ودايما بنقول الحمد لله على كل حال. هو ما عندوش المعلومه دي، ليه ما عندوش؟ طب انا الدنيا كلها معاها، اشمعنى انا لما اعيش؟ طب احنا جيلنا كان جيل العطاء، انا نفسي ادي، في جيل اللي جاي نفسه ياخد، اتعلموا على العطاء ازاي؟ في جيل نفسه يدي، ده معقوله؟ ده لو جيل نفسه يدي يسود العالم. يعني في بعض الاباء نفسهم يدوا، وطبعا 90% من الناس نفسهم يشحتوا. طب والجيل اللي طالع نفسه يشحت ولا نفسه يدي؟ عشان كده ده الصراع اللي ربنا عاوز يقوله لنا في كل بيت. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أنت بتعبد إيه؟ الآلهة اللي كان بيعبدها آزر يعني شوية أصنام، إنما إحنا الآلهة اللي بنعبدها آلهة غبية، بنعبد حاجات ملهاش أي معنى، بنعبد الرزق وبنعبد الوظيفة وبنعبد فلان، وكل ما اتكلم واحد يقول لك انا عبد المأمور، انا عبد انت بتعبد مين؟ انت بتع... ايه الاصنام اللي عندنا دي؟ ده الاصنام زمان اللي هي الاصنام الحجاره كانت ارحم. يعني الاصنام اللي كانوا بيعبدوا الحجاره زمان كان ارحم مننا. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. كلكم كده؟ ولما الامه تتفق على الباطل تهلك، تهلك كلها. لما امه تتفق على التزوير كلها تهلك. لما أمة تتفق على غش الامتحانات كلها تضيع. لما أمة تتفق كلها على الهروب من المدارس وإهمال التعليم الأمة تقع، أمة تقع كلها والله العظيم. عايز تشوف الأمة ناجحة ولا لا؟ بص على المدارس بتاعتها. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا كان ربنا تبارك وتعالى يريد أن يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فيريدنا أن نرى كذلك. ده فرض علينا أن ننظر في السماوات والأرض. إزاي الكلام ده؟ صدق بالله ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. من اولي الالباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يذكرون ويتفكرون، يذكرون ويتفكرون. اللي ما بيتفكرش ربنا بيغضب عليه. اتفكر في ايه بقى؟ ايه اللي انا افكر فيه؟ افكر في اللي مش عارف ايه واللي بيحصل والاسعار اللي بتزيد ومش عارف ايه والاشارات المرور الزحمه، اتفكر في ده؟ يا دي حاجات عايزه فكر وعايزه ننساها خالص. ابراهيم عليه السلام بدا يفكر، يرفع الله عز وجل بالفكر الى ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما راى جن عليه الليل ولا راى كوكب، اول ما جاب الليل عايز يختار مثل اعلى فلقى كوكب نجم. تسأل أي شاب دلوقتي أنت مين مثلك الأعلى؟ يقول لك مثل الأعلى اللي عامل عرف الديك. وتلاقي الراجل عامل عرف الديك وحالق شعره من الجوانب وشارب شعره عالي. أول ما تلاقي شاب يعني حالق شعره من الجوانب وشعره عالي تعرف إن هو فاسد، فاسد العقيدة، هو فاسد واللي عمل له كده فاسد. وهما الاثنين مخالفين لحضرة النبي الذي نهى عن القزع، نهى رسول الله عن أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، واللي بيعمل كده يبقى من أهل النار. وبعدين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، واختار مثلا أعلى، قال أنا أحب النجمة دي، لكن ما فيش حاجة بتدوم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغة، بص بقى كده لقى القمر، وكان القمر بدر كده، إيه ده؟ طب ما البدر ده يبقى المثال بتاعي، يبقى النموذج بتاعي، يبقى المثل الأعلى بتاعي. وبعدين القمر جه على النهار اطفى، الله ايه ده يا جماعه؟ فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. محتاج بقى ربنا يهديني، ربنا يوفقني. كل ما اختار نموذج من الناس يطلع منافق، كل ما اقول ان ده مثلي الاعلى يطلع بومبا،
وبعدين من كان مقتديا فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني إيه؟ ما تقوليش فلان الفلان قمة و يا عم أنا عبد من عباد الله الضعاف ما أعرفش ربنا يختم لي بإيمان ولا لأ. من كان مقتديا فليقتدي بمن مات وليس لنا إلا رسول الله. طب ما أصحاب النبي كلهم حلوين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني النبي محمد كده كان حواليه أصحاب نجوم، نجوم زاهرة، اختار أي نموذج اقتدي به، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد، سيدنا عثمان، اختار نموذج بس أفضل من دول كلهم النبي محمد. فعشان كده بنقول فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، الشمس بقى ملهاش حل، نور نور، خلاص بقى الشمس بقى النموذج بتاعي، المثل الأعلى بتاعي. فلما أفلت، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لا، موضوع بقى في حاجة تانية. ما دام في ناس بتتولد وناس بتموت، ما دام في ناس بتقعد على الكرسي وناس بتمشي، ها بقى ما عنديش قدوه من اللي قاعد على الكرسي، ما فيش حد، لا ولا وزير ولا محافظ ولا مسؤول، ما فيش حد قدوه بتاعي، لان الكرسي ما بيلزقش. يعني ايه كرسي ما بيلزقش؟ مفيش حد بيقعد. تصاحب واحد بعد سنتين يتغير، صاحب الوزير ده بعد سنتين ثلاثه اتشال. يعني حاجه غريبه جدا، ولا مسؤول تقول لك من خمس ست سنين كان المسؤول فلان صاحبي او المسؤول فلان راح، وبعدين بقى يبقى انا ماليش صاحب الا الله عز وجل، ليس لي سند الا الله، ليس لي واسطه الا الله. ها؟ لكن انت لو رحت لواحد سفيه ويقول لك وصيتك مين؟ تقول له وصيتي ربنا. هتكلم السفيه عن ربنا؟ تكلم السفيه عن ربنا؟ خوف المنافقين بالسلاطين. يعني قول له ده انا وصيتي كذا وفلان وفلان، وحتى لو لم يكن تعرفه خوفوا المنافقين بالسلاطين وخوفوا المؤمنين بالله. يعني المؤمن يخاف من ربنا وما يخافش غير من ربنا بس، يبقى انا وصيتي ربنا، ده عند المؤمن بس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والمؤمن لم يعرف إن في متغيرات، لازم يعرف إن في حد ثابت بيغير هذه المتغيرات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كده إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لا، ما دام في متغيرات يبقى في ربنا. زي سيدنا علي، كيف عرفت ربك؟ قال عرفت الله بخلف العزائم. يعني إيه عرفت الله بخلف العزائم؟ يعني كل ما انوي على حاجة وخطط لحاجة واجي انفذ مفيش تنفيذ، يبقى في ربنا. ازاي في ربنا؟ على كل ما اجي انوي اعمل حاجة ما تتعملش. ما لو الكون ده بتاعي كنت اخطط على حاجة اعملها، النهاردة اعمل كذا واعمل كذا، ما بيتعملش. عرفت الله بخلف العزائم، كل ما اجي انوي على حاجة تضيع. سيدنا عيسى ابن مريم يقول، والله العظيم سيدنا عيسى ابن مريم بيقولوا كيف اصبحت؟ قال اصبحت لا املك تقديم ما ارجو، مش عارف اجيب حاجة انا عاوزها. اصبحت لا املك تقديم ما ارجو، وايه كمان؟ ولا دفع ما احاسب، مش عارف ادفع مصيبه جايالي. ده عيسى ابن مريم. اصبحت لا املك تقديم ما ارجو ولا دفع ما احاسب، والخير كله بيد غيري، الخير كله بيد ربنا، ولا فقير افقر مني. اصل واحد يفتكر بقى ان عيسى ابن مريم كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله ويخرج من الطين كهيئه الطير، الكلام ده كله يا جماعه كان على سبيل المعجزه مره. يعني ايه مره؟ يعني خلق من الطين كهيئه الطير مره، يعني نفخ في 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 فيها في الروح مره مره مره. زي سيدنا ابراهيم كده، ما هنشوف اللي هو قال او لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مره، مش عايش عيسى طول عمره يصحي الميتين، والا كان عمل جيش من الميتين قتل به الناس اللي كانوا عاوزين يقتلوه. وبعدين بيقول اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. الله الله، تصدق بالله انت لما تقولها كده كل يوم، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، تعرف تقولها؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وحاجه قومه، وحاجه قومه، ده المحاجه دي نوع من الادب، الرقي. يعني اللي بيعبدوا الاصنام كان عندهم رقي، ليه؟ عندهم حجه. وحاجه قوم، ازاي يا ابراهيم تقول ان في اله للكون وكذا؟ في، طب اقنعنا، طب اقنعك. يعني لما نيجي نختلف مع حد في زماننا الجميل هذا،
قال مش عارف ايه، المنحرفون يتجمعون من كل مكان وقاعدين في حته وعاملين انهم دوله اسلاميه ومش عارف ايه، ومفيش حوار، مفيش حوار. يعني كل الناس دي ومعاها اسلحه وذخائر وصواريخ واسقاط طائرات، ومفيش حوار، هيفضل الصراع ضرب ضرب ضرب. وحاجه قومه، محتاجين حجه ولا نسايح دم؟ محتاجين نتفاهم ولا نسايح دم؟ وحاجه قومه، يعني الحجة مطلوبة؟ وحاجه قومه. أنا دلوقتي عندي شباب في البيت مش عارف أتفاهم معاه، وعندي شباب في الجامعات مش عارف أتفاهم معاه، عندي كتل نار هتحرق المجتمع، هتعمل إيه؟ كل اللي هيثور هضربه، ينفع كده؟ وحاجه قومه. طب هنعمل إيه؟ لازم نتحاج، لازم نتحاور، لا بديل عن الحوار. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.